الخير، صباح الامل، صباح الحياه على احلى مشاهدين في الدنيا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا صحتك مع حكيم. النهارده هنتكلم عن المكملات الغذائيه، امتى هنلجا ليها وامتى ما ينفعش ان احنا ناخدها. طبعا هيجاوبنا على الاسئله دي كلها كابتن حكيم. صباح الخير. صباح الخير يا رامي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. المكملات الغذائيه، طبعا احنا بما اننا دلوقتي في الجائحه الثانيه من كورونا، فناس كتير اصلا عرفت، يعني ناس كتير كانت فاهمه الاول المكملات الغذائيه دي بشكل خاطئ شويه. بس المكملات الغذائيه هي كل الحاجات اللي احنا بنلجا ليها عشان تعوضنا عن حاجات احنا مش قادرين ناخدها، من الاكل الطبيعي، من شرب الميه بشكل كويس عشان خاطر نكمل المعادن اللي جسمنا محتاجها. في حاجات احنا بقى بنلجا لها علشان خاطر، يعني مثلا فيتامين سي اللي احنا بناخده ده مكمل غذائي، بالنسبه للمسمى هو مكمل غذائي. فيتامين سي والزنك اللي احنا بناخدهم عشان خاطر الكورونا، بالنسبه للمكملات يعني بالنسبه للطبيعي هو مكمل غذائي. فالمكملات الغذائيه دي بقى تشمل كل ده، الفيتامينات، مكملات البروتين، مكملات الاحماض الامينيه اللي بيستخدمها الرياضيين في الالعاب المختلفه، المكملات بتاعة البري وورك اوت، مكملات الطاقة اللي بنستخدمها قبل ما بنبقى رايحين نتمرن او عندنا مجهود بدني عالي فبنضطر نلجأ ليها. بنبقى شغالين طول اليوم ومش عارفين ما نيجي نروح الجيم، نلاقي نفسنا مكسلين مش قادرين نعمل حاجة، فبالتالي بنلجأ لمكمل غذائي علشان خاطر يدينا باور او يدينا طاقة. طبعا ده بيبقى متوقف عليه على العناصر اللي موجوده جوه المكمل اللي احنا واخدينه ده. يعني مثلا مكملات الطاقه اغلبها مثلا بيبقى فيه نسبه وفيره من الكافيين ومن الكربوهيدرات عشان خاطر تغذي تدلنا لجسمنا الطاقه قبل التمرين ونقدر ندخل التمرين ايه نعمل تمريننا بشكل كويس. تعالى بقى نمسك القصه كلها من البدايه للنهايه. المكملات الغذائيه، اغلى يعني المكمل المشهور جدا عند الناس كلها هو البروتين. مثلا الواي بروتين هو المكمل المشهور عند اغلب الناس، وناس كتير جدا لما بتيجي تسال او لما بتروح تتمرن في الجيم مثلا بعد اول شهر يقول لك انا دلوقتي يعني جاهز ان انا اخد مكمل غذائي ولا مش جاهز؟ هل انا اقدر اروح اشتري دلوقتي مكمل غذائي؟ هل هيبقى فيه ضرر عليا؟ طب انا سني كذا، هل اقدر اخد مكمل غذائي ولا لا؟ مكمل البروتين انت تقدر تاخده من اول يوم ليك في الجيم. اول يوم تروح فيه الجيم تقدر تاخد مكمل الواي بروتين، لان هو في النهايه هو بيكمل تغذيتك. بس الفكره كلها في ايه؟ الفكره مش ان انا اقدر اخده ولا ما اقدرش، الفكره انا هدفي ايه. هل انا اكلي اصلا على مدار اليوم ما بقدرش اجمله من البروتين؟ حد مثلا شغله ان هو موجود في مكان ثابت، ما بيتحركش، ما بيروحش حته، فبيقدر ان هو يوفر وجباته ويقدر ياكل طول يعني على مدار اليوم، يقدر يدخل السعرات الحراريه اللي محتاجها ويقدر يدخل الاحتياج بتاعه من البروتين على مدار اليوم، فبالتالي انا مش محتاج ان انا الجا لمكمل غذائي. امتى الجا لمكمل الواي بروتين؟ الجا لمكمل الواي بروتين لان انا لقيت نفسي مثلا البروتين بتاعي على مدار اليوم انا مش عارف اكمله، انا مش قادر ادخل لجسمي البروتين اللي انا محتاجه عشان ابني عضلاتي، فبالتالي هلجا ان انا اخد واي بروتين. انا عندي شغل مثلا وشغلي مش ثابت في مكان محدد، فمش هقدر اوفي احتياجي من الاكل، عندي جامعه ومش هقدر يعني مش هقدر برضه اكل في مواعيد المحاضرات، بواخد وقت كبير قوي من يومي، فمش هقدر اكل طبعا في المواعيد المحدده اللي انا عاملها لنفسي، فبالتالي هلجا لمكمل الواي بروتين عشان خاطر يكمل احتياجي من البروتين، لان البروتين يعني اكبر العناصر في بناء العضلات، فبالتالي انت بتحتاجه بشكل كبير جدا. الناس اللي بتبني عضلاتها بتبقى عارفة، يعني الناس اللي بتروح تتمرن جيم مثلا بقالها 6 شهور بتعرف اهمية البروتين عندها، بتعرف اهمية البروتين في بناء العضلات. ده حاجة، البروتين الواي بروتين ده حاجة. عندنا حاجة تانية برضو بنستخدمها جوه الجيم وهي الاحماض الامينية. ايه هي الاحماض الامينية اصلا؟ الاحماض الامينية دي الاحماض اللي جسمنا بيحتاجها عشان برضو عمليات البناء. ايه هو اصلا الحمض الاميني؟ الحمض الاميني هو ناتج تكسير البروتين، يعني البروتينات اللي احنا بناكلها دي بعد ما بتخش جسمنا بيكسرها وبيحولها لاحماض امينيه علشان خاطر يوصلها للعضل، فبالتالي يبقى الاحماض الامينيه هي ناتج تكسير البروتين. يعني بروتين بس بشكل مبسط خالص رايح للعضل على طول، يعني سريع الامتصاص بشكل كبير عن البروتين العادي. امتى ناخد الاحماض الامينيه وايه الاحماض الامينيه المفروض ناخدها؟ انا قولا واحدا الحمض الامين اللي انت المفروض تاخده هو الكرياتين. الكرياتين ده من اهم الاحماض الامينيه ويمكن من اهم المكملات الغذائيه بالنسبه للاعب كمال الاجسام او الحد بيبني عضل حد بيبني جسمه. الكرياتين ده هو اهم حاجه. ليه اهم حاجه؟ لان انا علشان اخد احتياج من الكرياتين على مدار اليوم لازم اكل 2 كيلو لحمه، وده مش هيحصل.
مش هيحصل ان انا اكل 2 كيلو لحمه. فبالتالي انا صعب قوي 2 كيلو لحمه مش هينفع. فبالتالي ايه؟ لازم اخد كرياتين، ادخل جرعاتي من الكرياتين من المكمل الكرياتين على حسب احتياجي برضو، ايه، على حسب احتياجي في اليوم وعلى حسب مجهودي في الجيم، على حسب اللي انا بعمله بناء عليه ببدا اخد مكمل زي الكرياتين. عندنا ايه تاني؟ عندنا مثلا انا واحد ما بحبش السمك مثلا بشكل كبير على مدار الاسبوع، ما بقدرش اوفر ان انا اكل 3 مرات سمك او اكل مرتين اصلا سمك. فبالتالي انا عندي نقص كبير جدا في الاوميجا 3، مكمل الاوميجا 3، مكمل الاوميجا 3 اللي هو زيت السمك، بيبقى عندي نقص كبير جدا لما انا ما باكلش سمك بشكل كويس، فانا عندي نقص. فبالتالي لازم الجأ لمكمل زي الاوميجا 3 برضو. ده نفس فكرة الكرياتين. قد ايه بقى يا كابتن؟ ياخد قد يعني ايه؟ احنا بنحتاج 1000 ملي جرام، الشخص العادي بيحتاج 1000 ملي جرام من الاوميجا 3 وهي في اليوم. على حسب بقى، انا بقى رحت جبت العبوه اللي انا جبتها متقسمه 500 ملي في الحبايه الواحده، فمعنى كده ان انا هاخد في اليوم مرتين عشان اوفر ال 1000 ملي جرام. العبوه اللي انا جبتها الحبايه الواحده 1000 ملي جرام، فخلاص انا هاخد حبايه واحده، ما زودش عن كده، لان هو ده احتياجي، انا مش محتاج اخد اكتر منه. طب والمده قد ايه بقى في الشهور؟ لمده قد ايه؟ انا بقعد اي مكمل غذائي، اي فيتامين بناخده بنقعد 3 شهور وبنوقف مثلا اسبوعين من استخدامه، وبعد كده نرجع نستخدمه تاني لو هو حاجه اساسيه. والاوميجا 3 من الحاجات الاساسيه. المالتي فيتامين من الحاجات الاساسيه، باخد مالتي فيتامين، بيبقى فيه فيتامينات كتير وفيه معادن كتير انا ممكن اكون في حياتي العاديه ما باخدهاش. ممكن انا بعض الخضروات ما بعرفش اكلها، والخضروات دي مهمه بتكملني في حاجات انا محتاجها من الفيتامينات، انا ما بقدرش اخدها بسبب ان انا ما باكلش الاكل ده. فبالتالي مكمل زي المالتي فيتامين برضو اساسي في حياتنا، لازم برضو نستمر عليه. يعني سواء بقى بروح اتمرن او مش بروح اتمرن، سواء انا عندي مشكله جسديه او ما عنديش، المكمل زي المالتي فيتامين والاوميجا 3 دول اساسيات حياه، لازم يبقوا موجودين عندنا بشكل كبير جدا. والاوميجا 3 مهمه، الاوميجا 3 مهمه لان الحاجه الوحيده اللي ما بنعرفش نصنعها. يعني احنا الكرياتين قلنا نقدر نصنعه، جسمنا يقدر يصنعه، بس لو كلنا 2 كيلو لحمه طبعا مش هنقدر ناكل 2 كيلو لحمه، فبالتالي بناخد مكمل كرياتين. الاوميجا 3 بقى اصلا الجسم ما بيصنعهاش، يعني الاوميجا 3 الجسم ما بيصنعهاش، يعني الجسم مالوش طبيعه، مالوش كميه معينه بيصنعها من الاوميجا 3. لازم اكون بدخل اكل معين بناء عليه يبقى عندي اوميجا 3 في جسمي. الاكل المعين ده زي ما قلنا مثلا السمك، يعني ده اقرب مثال للسمك، انا ما بقدرش اكل سمك بشكل كبير، فانا مكمل اوميجا 3 عندي هيبقى ضروري في مشكله. فبالتالي ضروري ان انا اخد مكمل اوميجا 3. يبقى احنا كده اتكلمنا على 3 ضروريات ممكن نعملها. اول حاجه منها مش ضروريه قوي اللي هو البروتين. البروتين طالما انا مكفي احتياجي من البروتين زي ما قلنا ممكن ما الجالوش خالص. لو انا عندي ازمه ومش قادر اكفي احتياجي، لو انا يومي في مشاكل على مدار اليوم مش قادر ان انا اكل كميه البروتين دي، هضطر ان انا اخد مكمل واي بروتين. الحاجه الثانيه هو الكرياتين، قلنا الكرياتين مهم، مكمل اساسي لازم ناخده. بس في حاجه لازم نعرفها، مكمل الكرياتين في الوقت اللي انا باخده الكرياتين بيشغل الكلى بشكل كبير جدا، فانا الوقت اللي انا باخد فيه مكمل الكرياتين لازم على الاقل، يعني الطبيعي بتاعنا الطبيعي بتاعنا بشر من غير اي حاجه بقى من المكملات دي، المفروض 3 لتر ميه في اليوم. لكن لما بتاخد مكمل كرياتين انت محتاج بقى تعلى عن كده بكتير، يعني ممكن 4-6 لتر في ميه في اليوم، ده اساسي لازم تاخدهم علشان خاطر وظائف الكلى. الكلى بتبقى شغاله بشكل كبير جدا، فلازم نحافظ على ده ونشرب ميه بشكل كبير. مين اللي ممنوع ان هو ياخد مكمل كرياتين؟ الناس مرضى السكر. ليه الناس مرضى السكر؟ لان يعني مرضى السكر السكر بيأثر على وظائف الكلى بشكل كبير، فبالتالي انا مش هروح اخد كرياتين يهلك الكلى برضو وأثر عليها. فنحاول على قد ما نقدر في وقت ان احنا بناخد مكمل الكرياتين نشرب ميه بشكل كبير. يبقى احنا كده اتكلمنا على البروتين، اتكلمنا على الكرياتين، نيجي للاوميجا 3. قلنا الاوميجا 3 برضو اساسيات، خدتها محتاج 1000 ملي جرام في اليوم، جبت تابلت متقسم 500 ملي جرام و500 ملي جرام، يبقى انا هاخده مرتين، ده جرعاته. المالتي فيتامين، المالتي فيتامين على حسب النوع اللي انا جايبه، في انواع بتحتاج ان انت تاخدها بعد الوجبات مباشره فبالتالي هتاخدها 3 مرات في اليوم، في انواع محتاجه ان انت تاخدها اول ما تصحى من النوم فبالتالي هتاخدها مره واحده بس في اليوم. دي كلها اساسيات المكملات، وهي دي المكملات الغذائيه. يعني
انا برضو بقى عايز انصح الناس، ان انا في ناس كتير قوي من الشباب الصغير بيشتكوا لي ان ده انا بابا مش عايز يخليني اجيب كذا، ده انا ماما بتقول لي لا ده هما هيضرك. بيخافوا يعني حتة المكملات دي انا دايما الرد ان انا هما خايفين عليك، يعني انا بالظبط دايما كده. الرد ما بقولوش لا لازم تروح تقول له كذا، مش هينفع ان انا اقول لك تروح تعارض اهلك يعني، بس هو دايما الرد ان هما خايفين عليك، فبناء على خوفهم ده هما مش عارفين يعني اللي انا قلته ده، هما ممكن يكونوا مش عارفينه، فبالتالي هم ما يقدروش يجازفوا بصحتك ويجازفوا بحياتك ان هم يقول لك ايه لا خلاص روح خد، انت عايز، انت عندك هدف، عايز تبني عضلاتك، عايز تغير الشيب بتاعك، عايز تخلي شكلك يكون مختلف عن العادي بتاعك، فده حلمك انت وده طموحك انت، بس هم شايفين حاجة تانية، هم شايفين صحتك، هم شايفين ان انت ابنهم ولازم يحافظوا عليك، ده رؤية الاهل. بس انا عايز برضه اوصل للاهل ان الموضوع يا جماعه مش زي ما انتوا فاهمين، والكلام اللي انا بقوله ده مش كلامي، ده كلام خبراء تغذيه، ده كلام دكاتره، ده كلام ابحاث علميه، ده كلام عالمي، والمنتجات اللي بتنزل لنا حتى ديت من المكملات بتبقى عليها اشراف من وزاره الصحه، فبالتالي هي مش هتبقى مضره بالشكل اللي انتوا فاهمينه، بس هي الحكايه كلها ان انا ما ينفعش ان انا امنعه، ما ينفعش ان انا امنعه منعا باتا كده اقول له لا ما تعملش دوت وما تستخدمش ده، بس ممكن انا اعمل حاجه تانية، اخش اقرا على الحاجه اللي هو جاي يقول لي انا عايز اخدها دي، اقرا اعرف شويه معلومات عنها، افهم هي هتعمل ايه، افهم هي هتاثر عليه بايه، فعشان حتى لما اجي اعترض، اما اجي اقول له لا ما تعملش كذا، ابقى انا بقول له اسباب محدده، اقول له لا انت ما تعملش كذا اصل ده بيعمل كذا وكذا وكذا وانت مقصر في كذا وكذا، فيبقى في ردود منطقيه، لكن المنع للمنع ده مش حلو، لان هو مش دايما بيجيب نتيجه، يعني مش دايما انت ما تقول له ما تعملش يبقى هو مش فعلا مش هيعمل، لا هو هيعمل بس من وراك، وده اللي احنا مش عايزينه، فبالتالي انت اعرف بس الاول معلومات عن المنتجات اللي هو جاي يقول لك انا عايز استخدمها، وبعد كده ارفض، وبعد كده مانع، بعد كده وافق، لان انت لما هيبقى عندك وجهه نظر ولما يبقى عندك فكره محدده عن الحاجه اللي ابنك هيستخدمها او عن الحاجه اللي بنتك هتستخدمها، فاكيد هتبقى عندك رد منطقي ليه، يعني اكيد هترد عليه رد كويس يكون هو مقتنع بيه تمام، وانت نفسك تكون فاهم حتى في الحاجة اللي هو هياخدها لو انت قررت ان هو ياخد الحاجة دي. طيب كابتن، بقى بالنسبة مثلا اللي هو عنده السكر او الضغط، البروتين والحاجات دي كلها بتأثر عليه ولا عادي مكمل، ممكن؟ بصي لا هو مكمل بروتين عادي، يعني مكمل بروتين عادي، في مكملات البروتين متقسم لاكتر من نوع، في انواع بتبقى هيدرولايز، وفي انواع بتبقى ايزوليت، وفي انواع بتبقى كونسنتريت. انواع الكونسنتريت دي بيبقى فيها نسبه سكر وكربوهيدرات عاليه، ليه 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 الناس ممكن تلجأ للكونسنتريت او الجينرز مثلا، الناس بتلجأ ده لده لان في ناس اصلا حرقها عاليه، يعني في ناس مهما تاكل مش بيبان على جسمها دي الاكل حقيقة. تمام، فبالتالي بيلجأوا لمكملات البروتين الكونسنتريت عشان بيبقى فيها كربوهيدرات كتير، بيبقى فيها فات، بيبقى فيها سكريات بشكل كبير، ده غير البروتين اللي هو اساس المكمل اصلا في يعني اللي ده احنا خدناه. بيسمن شوية يعني بيتخن شوية. بيزود سعرات حرارية عالية، سكوب الوي سكوب الجينرز ده مثلا ممكن يبقى عامل 1700 سعر حراري، ده اللي هو ده اصلا وجبات يوم كامل بالنسبة لحد، يعني ده سعرات ممكن يوم كمان كامل، يبقى علاج كمان ما للنحافة. هو علاج للنحافة بالفعل، هو بالفعل علاج للنحافة، الناس اللي عندها مشكلة في زيادة الوزن تقدر تستخدم البروتين الكونسنتريت، الناس اللي عندها مشكلة في السكر، الناس اللي عندها في الضغط الناس اللي عندها وزنها بيزيد بسرعة ما ينفعش تاخد طبعا الكونسنتريت، فبالتالي معمول لهم واي بروتين حاجة بقى ايزوليت، تانية. الواي بروتين الايزوليت ده بيبقى خالي من الكربوهيدرات بشكل كبير، خالي من الفات، خالي من السكريات، يعني بشكل كبير جدا بيبقى خالي، بيبقى هو بس بروتين، يعني بروتين صافي، فبالتالي بيغذي العضلات برضو بشكل كويس، ما بيأثرش عليهم في موضوع السمنة، ما بيزودش وزنهم لان هم في العادي بياكلوا وبيزيدوا، فمش بيأثر على وزنهم، هو بس بيديلهم احتياجهم من مكمل البروتين باور على بقى مدار وكده. اليوم تمام. في حاجة تالتة اللي هو الواي هيدرولايز، وده بيبقى واصل، يعني بيبقى محطوط تحت درجات حرارة معينة عشان يوصل لقيمة الأحماض الأمينية اللي احنا قلناها من شوية، ان قلنا ان اصلا البروتين ده الحمض الأميني ده هو ناتج تكسير البروتين، فهو بالفعل بيبقى مكسر البروتين ده موصله لقيمة الأحماض الأمينية، فده معمول ليه؟ ده معمول عشان الناس كان في جدال ما بين حتة ان انا بعد التمرين ايه اللي انا هاخده بعد التمرين مباشرة وانا لسه في الجيم، يعني بعد التمرين وانا لسه في الجيم كده عايز اخد حاجة اشربها تحسسني ان انا تمام، تغذيني وفي نفس الوقت تحسسني ان انا كويس، ف
فكان الجدال كان في حته ان انا لو انا خدت الواي بروتين ايزوليت بيبقى فيه نسبه صغيره من السكر، النسبه الصغيره دي بتخش تشغل الانسولين في الجسم. انا بعد التمرين بيبقى عندي هرمون الجروس هرمون، هرمون البناء في الجسم بيبقى شغال بيحاول يعمل لي ريكفري للعضلات اللي انا كنت بتمرنها. فبالتالي لما باجي بدخل الهرمون زي الانسولين بينزل الجروس هرمون، الاثنين ما بيتوافقوش مع بعض. فعشان كده كان دايما الكلام يعني دايما الردود في موضوع انا اخد ايه بعد التمرين، حاول تاكل بعد نص ساعه او حاول تاكل بعد تلت ساعه، يكون عمليه الاستشفاء اللي بيعملها الجروس هرمون خلصت تمام. ويبدا الجسم ياخد التغذيه بتاعته عادي خالص وعمليه الاستشفاء عدت. عملوا بقى الواي بروتين الهيدروليز ده عشان يوصل لقيمه الاحماض الامينيه، مفيش سكر خالص مفيش كربوهيدرات خالص، علشان بعد التمرين مباشره وانا لسه في الجيم لسه حتى ممكن ما غيرتش هدومي اخد الواي بروتين الهيدروليز ده عادي، مش هياثر على نسبه الجروس هرمون. بس في برضو ابحاث قالت ان هو عادي ما مش هياثر، هو مش هياثر، هو مش هيأثر على الجروس هرمون تمام، ده مفيش مشكلة. بس في ابحاث قالت ان انا مش لازم اروح ادفع لان هو غالي، هو سعره اغلى من الاثنين التانيين. فالناس قالت ان انا مش لازم اروح اشتري الغالي ده طالما انا ايه المشكلة ما اقعد 20 دقيقة واكل يعني. مش قصة بالنسبة لي، لا ده انا مثلا هخش اخد شاور في الجيم ولبست ونزلت ويا دوبك وصلت المكان اللي انا هاكل فيه سواء في المطعم او في البيت، هو انا استهلكت ال 20 دقيقة وممكن اكون استهلكت. بس صحيا برضه هو مفيد، هو مفيد لان هو مكمل بروتين في النهايه كده. هو مكمل بروتين يعني سواء هو أنا اكيد عشان كده غالي. هو غالي؟ لا هو مش غالي عشان هو مكمل بروتين، هو غالي عشان خاطر هم موصلينه لقيمه الاحماض الامينيه، هم مكسرين البروتين اللي فيه موصلينه لقيمه الاحماض الامينيه، فبالتالي بيبقى سريع الامتصاص بشكل كبير تمام. بس لكن هو مش غالي عشان خاطر سبب معين، لا هو غالي عشان هو سرعه امتصاص الجسم ليه، وسرعه الامتصاص دي جايه من ان هو واصل لقيمه الاحماض الامينيه، فبالتالي الجسم بياخده بسرعه. فانا لما باخده بعد التمرين مباشره جسمي بيستفاد بيه على طول. ما بياخدش وقت، لان في العادي انواع البروتين اللي احنا اتكلمنا عليها الايزوليت بياخد 20 دقيقه في الامتصاص، ياخد 20 دقيقه في الامتصاص. الكونسنتريت بياخد من 30 ل 60 يعني بيوصل لحد قيمه الساعه في الجسم بيمتصه. بس هي الفرق يعني هو الاختلاف الاسعار حتى في كده، اختلاف اسعارهم بس كده في الامتصاص الجسم ليهم بس. طب مريض بقى اللي عنده عسر هضم، اللي عنده عسر هضم اللي عنده عسر هضم ده بيضطر ان هو ياخد حاجات يعني بتبقى مسهله يعني. بصي هو الاوميجا 3 اللي انا قلت عليها دي مهمه جدا في الموضوع ده، مهمه جدا في علاج المعده. وفي حمض اميني اللي اسمه الجلوتامين، الحمض ده مناسب جدا 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 لمرضى المعده لان هو بيعالج الامعاء وبيعالج المعده بشكل كبير. فانا لو عايز عندي مشكله في المعده اقدر اخد مكمل زي الجلوتامين هيكون كويس جدا. طيب في معايا سؤال عايز اساله لك، ما هي افضل عمليه جراحيه لعلاج السمنه المفرطه؟ افضل عمليه جراحيه لعلاج السمنه المفرطه والموضعيه كمان. انا عن نفسي يعني انا كمصطفى انا ما برجحش خالص، مبدئيا انا ما برجحش خالص فكره ان انا اعمل عمليه. هو في ناس بتبقى لازم تعمل عمليات لان في ناس بيبقى الموضوع واصل معاها لتاثير على القلب وعلى الشرايين، فبالتالي بيبقى لازم يبقى في سرعه انقاذ فبالتالي لازم يخش عمليه. لكن انا ما بحبش فكره ان انا اروح اعمل عمليه عشان اخسر وزن، ما بحبش. يعني اخر أروح حاجه افكر فيها يعني انا اصلا انا زدت الوزن ده ازاي، انا زدت الوزن ده ازاي بعاداتي الغلط باكلي بشربي، حتى لو كانت المشكله عندي في الغده مثلا فانا عشان كده وزني زاد برضو انا اقدر اعالج الغده. المشكله بتاعتها الغده اقدر اعالج الغده وفي نفس الوقت اعمل نظام غذائي عادي هخسر وزن، بعكس ان انا افكر في ان انا ادخل عمليات علشان خاطر اخسر وزن. في ناس ما بيبقاش وزنها كبير وتقدر تعمل دايت كويس وتقدر تعمل تمارين للمجهود عشان خاطر تخسر الوزن ده، بس هي مكسله تعمل ده فبالتالي بتروح تلجا انها تعمل عمليه، وده مش صح يعني. انا مش شايف ان ده صح خالص. وبرده موضوع ان ايه افضل العمليات ده، دي حاجه المفروض بيتسال فيها مختص في الموضوع ده مش انا خالص يعني. طيب في حد تاني بيقول لك ما هي اسباب التخمه وعلاجها؟ التخمة دي اللي هي التخن يعني؟ لا لا أسباب التخمة، التخمة دي اللي هي حاجة تانية خالص غير التخن. التخمة دي بتيجي نتيجة الأكل الكتير يعني. أنا مثلا دخلت قعدت أكل فكلت وجباتي بس كلت في وقت واحد مثلا أكل بشكل كبير جدا
يعني قعدت اكل مثلا محطوط قدامي اكتر من صنف فكلت لحد ما انا خلاص ما بقتش قادر. ده بيحصل، ده بيحصل فاهمة؟ لما انت بيبقى مثلا عندك عزومة مثلا معينة او انت رايحة في مكان تاكلي فيه، فبتقعدي تاكلي براحتك خالص لدرجة ان انت ما بتبقيش تاخدي نفسك، وهي دي المشكلة اللي بتحصل. تمام، معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. لا انا مش سامعه على فكره، الاتصال اتقطع. طيب خلينا نكمل، نرجع الإجابة. لموضوع التخمه. تمام، احنا قلنا الاكل بناكله بشكل سريع جدا ده بيسبب التخمه. كميه كبيره من الاكل بناكلها في وقت واحد ده برضو بيسبب للتخمه. الاصناف الكتير اللي قدامنا، يعني مش لازم يبقى انا قدامي اصناف كتير لازم اخلصها كلها مره، يعني مش لازم، يعني انا اقدر اكل وجبه تكون بسيطه علشان اقدر اتنفس على الاقل. هو هي دي مشاكل التخمه، يعني التخمه دي مشكله، مش مشكله عرض او مرض، ده هي مشكله الشخص، مشكله البني ادم. يعني ده منه هو. يعني هو بس لما يقعد ياكل ياكل بشكل بلاش تفاصه. لا مش بال مش بالمعنى، يعني كل هو على لما يقعد ياكل، اما بس اللي يقعد ياكل ياكل يعني على اندغ الاكل، لان في ناس بتزلط تمام. ايوه اندغ الاكل كده واكل واحاول ابقى في براح شويه في موضوع الاكل، اكل في اخد وقتي براحتي خالص، مش لازم بسرعه 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 واكل كتير جدا واقعد اشرب في ميه واكل واشرب في ميه واكل، فهو ده اللي بيعمل تخمه. هي بعتها اصلا بتقول لك وعلاجها. لا يعني علاجها ده من عندك انت. علاجها ان انت تهدي شويه وانت بتاكل. طيب في حد بيقول انا عندي عسر هضم ورحت لكذا دكتور لاني نحيفه جدا. عندها عسر هضم ونحيفه. عندها عسر هضم ونحيفه، هي بس محتاجه انها تعمل مجهود عشان خاطر حتى إيه تقدر تاكل، يعني ما هي كده ما بتاكلش اصلا، يعني من الواضح كده انها ما بتاكلش، فهي لازم تاخد برضو فيتامينات تمام، انواع الفيتامينات اللي احنا قلنا عليها، وتحاول تاكل وتحاول تعمل مجهود شويه عشان خاطر المجهود برضو بيسهل معانا عمليات الاكل. اوكي الو، معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. أول صوت. ألو. الخط قطع تاني. ماشي. ملناش نصيب. ألو. محمد محاصر مدروعة التوة. أي يا فندم. أيوة أنا وزني نحيف جدا. طب معلش أنا على فكرة انا سامعاه هو لكن كابتن مصطفى مش سامعه. نحيف جدا ولما بنعمل تمارين ضغط. طب ثواني. طب ثواني. خدي السؤال واساليني. الخط قطع؟ بتقول لك الخط قطع. تمام. طيب نرجع تاني. نرجع لاسئلتنا. في حد بيقول كان عندي اصابه انا بطلة العاب قوة، واول لما بطلت بسبب الاصابة خسيت جدا. بطلة العاب قوة واول لما بطلت خسيت جدا. هو طبيعي ان انا عودت جسمي على اكل معين برضو مكملات معينة، مع ابطال الالعاب دي بيبقوا بيلجأوا كتير جدا ان هم ياخدوا مكملات عشان خاطر يقدروا يكملوا احتياجهم. طبعا اللي هو الجري وال ايا كان، ما هو برضه انا بيبقوا محتاجوا ياخدوا مكملات عشان يقدروا حتى يكملوا تمارينهم ويقدروا يكملوا يومهم تمام. فانا كنت باكل كويس جدا بشكل كبير، كنت باخد مكملات بشكل كبير، كنت باخد فيتامينات بشكل كبير، كنت بعمل مجهود مزود معايا الياف عضليه، فبالتالي انا وقفت كل الكلام ده. ما ينفعش ان انا اكون يعني انا ببص، انا هنا مش بقولك ان انت ده عيب او غلط، بس هو ما ينفعش ان انا اكون بطل في لعبه وارجع يعني اقف خالص كده واسيب نفسي لحد ما اوصل لحته ان انا حاسس ان انا عايز ازود وزني ومش عارف. ما ينفعش يعني بطل في لعبه ده لازم يكون محافظ على نفسه لاكبر يعني طول حياته، يعني طول حياته يفضل دايما فاكر اللقطه اللي هو كان واقف فيها على ستيج وبيتكرم في حاجه، فبالتالي انا ما ينفعش اسيب نفسي، مش هينفع اكون زي الناس العاديه، انا بطل في الاخر.
فاكيد انت لازم ترجعي تاكلي تاني، لازم ترجعي تهتمي بمجهودك اللي انت بتعمليه، مش لازم نكون مركزين في اللعبه اللي انت كنت متخصصه فيها، او لازم تكوني يعني بتعملي نفس الحاجه، تقدري تعملي اكتر من حاجه تانيه هتخليكي تاكلي وهتخلي الجسم يزيد وهتخلي الشكل كمان يختلف وهتخلي الصحه تبقى احسن. طيب يا كابتن، طبعا عشان احنا النهارده اخر حلقتنا في الموسم الاول، انا حابه طبعا اشكر المصور والمخرج ميدو الغوايشي هو وفريقه، وخلينا بقى نروح نشوف الشغل بتاعه ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، استنونا.